بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال. اللهم اجعل عملنا في رضاك، اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأربعون من التعليق على منظومة مراقي السعود، وكنا قد توقفنا في المجلس السابق في الكلام على في سياق الكلام على أبواب السنة أو باب السنة، عند قول الناظم رحمه الله تعالى: بغالب الظن يدور المعتبر، فاعتبر الإسلام كل من غبر، وفاسق وذو ابتداع إن دعا، أو مطلقا رد لكل سمع، كذا الصبي وإن يكن تحمل، ثم أدم بنفي منع قبل، من ليس ذا فقه أباه الجيل، وعكسه أثبته الدليل، ومن له في غيره تساهل، عدمة أو جهل من يقبل، كخلفه لأكثر الرواة، وخلفه للمتواترات، وكثرة وإن لقي يندر، وكثرة وإن لقي يندر، فيما به تحصيله لا يحضر، عد الشهادة الذي قد أوجب، هو الذي من بعد هذا يجلب، والعدل من يجتنب الكبائر، ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان، يقدح في مروءة الإنسان، وذو أنوثة وعبد والعدا، وذو قرابة خلاف الشهداء، ولا صغيرة مع الإصرار، المبطل الثقة بالأخبار، فدع لمن جهل مطلقا، ومن في عينه يجهل أو فيما بطن، ومثبت العدالة اختبار، كذاك تعديل والانتشار، وفي قضى القاضي وأخذ الراوي، وعمل العالم أيضا ثاوي، وشرط كل أن يرى ملتزما، ردا لمن ليس بعدل سمع. المصنف رحمه الله تعالى لما قدم الكلام في المتواتر وما لحق ذلك من الكلام في مباحث السنة، هنا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بقوله: بغالب الظن يدور المعتبر، فاعتبر الإسلام كل من غبر. لما قدم الكلام عن صدق الخبر وأقسام آخر بيت، آخر بيت هو قوله: وشرط كل أن يرى ملتزما، ردا لمن ليس بعدل علما. طيب، الآن قوله رحمه الله: بغالب الظن يدور المعتبر، فاعتبر الإسلام كل من غبر. قلنا لما قدم المصنف رحمه الله تعالى الكلام على صدق الخبر وما يدور عليه صدق الخبر، أراد هنا أن يقول أن الاعتبار في صدق الخبر من عدمه هو دائر على غلبة الظن بصدقه، بمعنى أنه يكفي في اعتبار صدق الخبر وجود غلبة ظن بصدق، لا يشترط في ذلك اليقين. وعليه فكل ما يحصل فيه إخلال بغلبة الظن تلك بصدق الخبر، فإنه يكون مانعا من قبول الخبر. ومن ثم لما قال بغالب الظن، يعني الباء هنا بمعنى على، أي على غالب الظن يدور المعتبر، أي المعتبر في صدق الخبر من عدمه، قال: فاعتبر الإسلام كل من غبر. فكأنه يقول فاعتبر، أي فعل ذلك، اعتبر أي فعل ذلك الذي هو دوران صدق الخبر من عدمه على غلبة الظن، فعل ذلك اعتبر الإسلام كل من غبر. فأجمع أهل العلم على أنه يشترط إسلام الراوي، فلا يقبل خبر الكافر وإن كان متحريا في دينه. وجهة ذلك أن الغالب على الظن في الكافر عدم الصدق، خاصة فيما ينقل من الأخبار الدينية التي تخص المسلمين. فلما كانت هذه غلبة الظن موجودة، لم اشترط إسلام الراوي، ولم يقبل خبر الكافر. والكافر هنا سواء كان كافرا أصليا أو كافرا متأولا ببدعة. إذ البدعة المكفرة لا تكون البدعة المكفرة هي كالكفر الأصلي من جهة عدم قبول الخبر بها،
جهة عدم قبول الخبر بها، سواء كان كافرا أصليا أو كافرا متأولا مبتدعا، فكلاهما لا يقبل خبرهما، ولو كان ذلك المبتدع الكافر المتأول ببدعته التي حصل بها الكفر متحريا في دينه، فهو كذلك عند الجمهور، فهو كذلك عند الجمهور. ثم قال الناظم: وفاسق وذو ابتداع إن دعا، أو مطلقا رد لكل سمع. أي إذا اعتبرنا غلبة الظن فعلى ذلك لا نقبل خبر الفاسق. قال: وكما قدمنا في الكافر كذلك وفاسق وذو ابتداع، كذلك الفاسق لا يقبل خبره، والمبتدع، والمبتدع على أقسام. الأول من كانت بدعته مكفرة فهذا لا تقبل روايته باتفاق، لا تقبل روايته باتفاق إذا كانت البدعة مكفرة، خاصة إذا أضيف إليها إن كان من يستبيح الكذب كالرافضة، فهذا محل اتفاق. ومثله أيضا من كانت بدعته مكفرة وإن كان يحرم الكذب، وإن كان يحرم الكذب، فكذلك جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، إلا خلافا لبعض الحنفية يقولون بعدم قبول روايته. إذا عندنا من بدعته مكفرة على قسمين، من كانت بدعته مكفرة وهو ممن يستبيح الكذب فهذا لا إشكال في رد روايته، من كانت بدعته مكفرة ولكنه يحرم الكذب على نفسه ويتحرى فهذا أيضا جماهير أهل العلم على أنه لا تقبل روايته. بقينا في الحالة الثالثة، من كانت بدعته غير مكفرة، من كانت بدعته غير مكفرة، فهذا جمهور أهل العلم على التفريق بين إن كان داعيا لبدعته وإن لم يكن داعيا لبدعته، فإن كان داعية لبدعته لم يقبل، وأما إذا كان غير داعية لبدعته ولم يجز الكذب لأجل ترويج هذه البدعة فإنه تقبل روايته. وهذا اختار جمع من أهل المختار والنووي وابن الصلاح، يعني حتى ابن حبان يقول لا أعلم فيه اختلافا. وفي الصحيحين وغيرهما من يعني وصف بالبدعة ممن روى عنه أهل العلم لصدقه ولعدم دعوته إلى بدعته، ولعدم دعوته إلى بدعته. طيب هذا مسألة. ومن أهل يعني الآن أصبحت عندنا ثلاثة أمور في المبتدعة، هناك أمر رابع، أن من أهل العلم من يرى رد رواية المبتدع بالكلية مطلقا، وهذا نسب إلى مذهب مالك رحمه الله تعالى. لما نأتي إلى الأبيات الآن سنأخذه، فاسق واضح ترد رواية الفاسق. قال: وذو ابتداع إن دعا، هذا قول، ذو ابتداع إن كان داعيا، أو مطلقا أي رد المبتدع مطلقا، كل ذلك سمع. وفاسق وذو ابتداع إن دعا، أو مطلقا رد لكل سمع، أي سمع رد لكل هؤلاء. فالآن ذكر الناظم حالتين في المبتدع: الداعي إلى بدعته وغير الداعي إلى بدعته، طبعا وهذه البدعة غير المكفرة، ونحن أضفنا من كانت بدعته مكفرة ومن هو يستبيح الكذب، ومن كانت بدعته مكفرة ولا يستبيح الكذب، وكلاهما جماهير أهل العلم على أنه لا تقبل روايتهما، أو لا تقبل روايتهم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: كذا الصبي وإن يكن تحمله ثم أدم بنفي منع قبل. يعني كما قدمنا في عدم قبول رواية الفاسق وذو الابتداع، كذلك الصبي لا تقبل روايته ولو كان مميزا صدوقا عند جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة. لماذا؟ لأنه مدار الصدق الآن والكذب قلنا ما هو؟ غلبة الظن. ولما كان مدار ذلك هو غلبة الظن، فإنه مما يغلب على الظن في الصبي أنه لا يتحرى من جهة الصدق أو الكذب، من جهة الصدق أو الكذب، لا سيما إذا علم أنه غير، علم ذلك الصبي أنه غير مؤاخذ بأعماله كونه غير مكلف. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، هذا مذهب جماهير أهل العلم. طبعا هذا في المميز، أما إن لم يكن مميزا فهذا من باب أولى. طيب كذا الصبي، ثم انتقل إلى مسألة أخرى. الآن سيتكلم في مسألة تشمل جميع من ذكرهم، اللي هو الصبي والفاسق والكاف والفاسق والمبتدع. قال: الصبي والفاسق والكافر. قال: وإن يكن تحمل ثم أدم بنفي منع قبل. طيب مراد هنا أن الكافر والفاسق والمبتدع وكذلك الصبي، جميع من ذكرنا في البيتين السابقين، هؤلاء إذا تحملوا الحديث حال اتصافهم بتلك الصفات المانعة من قبول روايتهم، بمعنى سمع الكافر أو الفاسق أو المبتدع أو الصبي
الحديثة في حاله تلك. ثم لما أدى ذلك الحديث أداه وقد زال عنه ذلك المانع، بمعنى أن الكافر أسلم أو الصبي بلغ أو الفاسق أصبح عدل أو المبتدع ترك بدعته. فهؤلاء إذا انقلب حالهم إلى تلك الحال فإنهم إذا رووا الحديث في حال زوال ذلك المانع فإنه تقبل روايته. ولذا قال: وإن يكن تحمل، أي وإن يكن تحمل الحديث وهم في تلك الحال، ثم أدم بنفي منع، ثم أدوا ما سمعوا في حال تحملهم مع المانع أدوه بعد انتفاء المانع، فإن روايتهم تقبل، فإن روايتهم تقبل. وهذا الذي عليه يعني عمل أهل العلم. لماذا؟ لأن العبرة وقت الأداء لا وقت التحمل. ومن ثم ستجد أن يعني أهل العلم، أو يعني كاد يكون إجماع هذا بين أهل العلم، أنهم قبلوا رواية صغار الصحابة مع أن تحملهم كان قبل بلوغهم، يعني مثل صغار الصحابة مثل ابن عباس، مثل الحسن، مثل الحسين، مثل محمود بن الربيع، هؤلاء كلهم تحملوا الأحاديث وهم صغار ثم أدوها وهم كبار. بل وفي الكفار، وفي التحمل حال الكفر، جبير بن مطعم رضي الله عنه فإن سمع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور وهو كافر، ثم أداها وقد أسلم وقبلت تلك الرواية. فيكاد يكون العمل على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت محل إجماع بين أهل العلم، محل إجماع بين أهل العلم. فإذا رجعنا إلى قوله الآن، قال كذا الصبي شرحناه، قال: وإن يكن تحمل ثم أدم بنفي منع قبل، واضح تقريبا ما في إشكال. قوله قبلوا يعني قبل هؤلاء الذين سبق ذكرهم، اللي هو الكافر والفاسق والمبتدع والصبي، قد قدمنا ذلك. ثم قال الناظم: من ليس ذا فقه أباه الجيل، وعكسه أثبته الدليل. الآن لا زال انتقل إلى مسألة جديدة، وهي: هل تقبل رواية غير الفقيه أو لا تقبل؟ قال: من ليس ذا فقه أباه الجيل، أي من لم يكن فقيها فإن روايته قد أباها الجيل، أي الجمع من الناس أو الصنف من الناس. ومراده بالجيل هنا ما نقل عن الإمام مالك في ذلك، بأن من ليس فقيه لا تقبل روايته. طيب هؤلاء الذين قالوا من ليس فقيه لا تقبل روايته، وجه قولهم بأن من ليس فقيه لا تقبل روايته، قالوا: من ليس ذا فقه، في الغالب من كان ليس فقيها أو ضعيف الملكة في الفهم فإنه قد يحصل منه خطأ في فهم الحديث، فيفهم الحديث على غير مراد الشارع، فيفهم الحديث على غير مراد الشارع، فمن ثم يقع عنده الخلل، لا سيما إذا كان ذلك الذي ليس بفقيه سيروي الحديث بالمعنى، فهذا يقولون ضغط على عباده، هكذا ذكرون. وأيضا يعني سواء كان ذلك غير الفقيه الذي روى هذا الرواية على هذا القول روى ما يخالف القياس أو ما يوافق القياس مطلقا لا تقبل روايته، خلافا للحنفية الذين يرون يفرقون بين ما إذا كان الراوي غير الفقيه خالف القياس فيما ذكر أو لم يخالف القياس. طيب هذا قول: من ليس ذا فقه أباه الجيل. قال: وعكسه أثبته الدليل. كان المصنف رحمه الله تعالى هنا يشير إلى القول الثاني ويرجعه، وهو عكس القول الأول. وعلى ذلك أن وهو قبول رواية الراوي غير الفقيه. وهذا قال: وعكسه أثبته الدليل، يشير في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلا من وافقه منه. وفي الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف، من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين، إلى آخر الحديث. فهذا القول، القول الثاني هو المشهور مذهب الشافعية ومذهب الحنفية، وهو ما رجحه المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى، وهو الذي حقيقة يعضده الدليل، يعضده الدليل. ثم قال الناظم: ومن له في غيره تساهل ذو عجمة أو جهل ممن يقبل. ها هنا مسائل. المسألة الأولى أشار إليها بقوله: ومن له في غيره تساهل، يعني يقول هنا أن الراوي إذا كان يتساهل في غير الحديث، بمعنى لا يتحرج من الكذب في غير الحديث، إلا أنه في الحديث متحرز،
أو بمعنى آخر لا يتحرج في غير الحديث، بمعنى أنه يتساهل لا يدقق في النقل في غير الحديث ولكنه يتحرج في الحديث، فهل تقبل روايته أو لا تقبل؟ قال ومن له في غيره تساهل، كأنه يشير هنا إلى قال وعكسه أثبته الدليل ومن له في غيره تساهل، أي إذا كان يتساهل في غير الحديث ويتحرج في الحديث فإنه يقبل عند جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. وفي مختصر التحرير قال ويرد متساهل في رواية، فمفهوم أن المتساهل في غير رواية يقبل قوله، هذا ما ذهب إليه الجمهور. ومن أهل العلم من قال من كان متساهلا في غير الرواية فكذلك لا يقبل في الرواية، وهذا ذهب إليه بعض الحنابلة، ذهب إليه بعض الحنابلة، وبعضهم ذكروا رواية عن أحمد، لكن أكثر أهل العلم على أنه في الحالة السابقة يقبل قوله إن كان متحرزا في حديثه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى قال ذو عجمة أو جهل من يقبل. طيب يشير هنا إلى أن أعجمي اللسان أي الذي لا يحسن العربية تقبل روايته عندهم. قال ومثله قال أو جهل من يقبل. إيش معنى جهل من؟ يعني من جهل نسبه فيقبل، فتقبل رواية مجهول النسب وتقبل رواية الأعجمي، وهذا ما أراد أن يشير إليه بقوله ذو عجمة أو جهل من يقبل، كلاهما تقبل روايته. ثم قال كخلفه لأكثر الرواة وخلفه للمتواترات، يعني طبعا هنا الآن سبق هذا الكلام نبهنا عليه كثير، يعني نحن نبحث هنا من جهة أصولية ما يذكره أصولي، وإلا يعني في تطبيقات المحدثين قد تجد يعني أهل الصنعة يختلفون أو يخالفون ما يذكره يعني الأصوليون في بعض المواضع، بس حتى لا يلتبس يعني على الإخوة، لكن نحن نشرح ما يذكره الأصوليون، أما ما هو مقرر أو ما جرت عادة الأصوليين بذكره في هذه الأبواب. أما تحرير محل تحرير العمل من ناحية الرواية والصناعة الحديثية وما هو المقدم وما هو غير المقدم وسلوك مسالك الترجيح، ذلك باب يبحث في علم مصطلح الحديث أو علم الحديث عموما. قال كخلفه لأكثر الرواة وخلفه للمتواترات، وهنا يعني أريد أن أنبه أن يعني ما يذكره الأصوليون ما يذكره الأصوليون من مباحث متعلقة بالسنة إنما يذكرونها فيما يخدم ذلك الفن، أي هو ما يخدم فن الأصول الذي هو النظر في الأدلة الإجمالية. لما كان علم الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية ومن الأدلة الإجمالية السنة، لزم على الأصوليين أن يأتوا بما يبحث في مباحث السنة عند أهل الصنعة الحديثية، وإن كان ما يبحثه الأصوليون ليس على التمام مطابقا لما يبحثه المحدثون، لا سيما إذا علمنا أن كثيرا من أهل الصنعة الأصولية، كثير من أهل الصنعة الأصولية هم ممن تأثر بعلم الكلام، من تأثر بعلم الكلام ولهم فيه باع واسع، ومثل ذلك أوجب دخول بعض ما يقرره أهل الكلام في مسألة الحديث مثلا في التواتر وفي غيره وفي إفادة خبر الآحاد، هل هو يفيد العلم أو لا يفيد، إلى غير ذلك من المباحث التي يبحثها يعني الأصوليون، لا سيما من تأثر بعلم الكلام. أنا أحببت أن أنبه هذا حتى لا يعني يحصل تشويش لمن بعض الأخوة الذين مثلا لهم سابق معرفة بعلم المصطلح ثم لأول مرة مثلا لأول مرة يطلعون على ما يذكره الأصوليون في هذه المباحث، خاصة في المتون المتوسعة مثل المراقي. القصد أنه قوله كخلفه لأكثر الرواة وخلفه للمتواترات، يعني يريد أن يشير هنا إلى أن خلاف الراوي لأكثر الرواة لا يبطل روايته، خلاف الراوي لأكثر الرواة لا يبطل روايته. قال وكذلك خلفه للمتواترات لا يبطل روايته. طيب ما الحل؟ قال يصار إلى الترجيح فيرجح ما هو أكثر، والمتواتر على ما هو أقل من الآحاد، هكذا ذكر أهل الأصول. وكما ذكرت لكم هذه المباحث تحقيقها ليس في مثل هذا الباب، وإنما هنا نذكر ما
نوضح به كلام المصنف. قال: وكثرة وإن لقي يندر فيما به تحصيله لا يحفظ. طيب، يعني يقول هنا وككثرة مراده، يعني كأنه يريد أن يشير ويقبل ككثرة وإن لقي يندر فيما به تحصيله لا يحفظ. ما الذي يريد أن يشير هنا؟ يريد أن يقول أنه يقبل، تقبل رواية المكثر من الرواية للحديث، وإن كان نادر المخالطة للمحدثين. بمعنى هذا الراوي يروي جملة صالحة وكثيرة من الأحاديث، إلا أنه لما نظرنا إلى سيرته إذا هو لم يخالط الرواة كثير، لم يخالط المحدثين كثيرا، فيقول هذا لا يكون قادحا في روايته، بشرط أن يكون القدر الذي رواه من الأحاديث ونحوها يمكن تحصيله في ذلك الزمن الذي خالط فيه المحدثين. بمعنى ينظر الأحاديث التي رواها، إن كانت هذه الأحاديث الكثيرة يمكن تحصيلها في الزمن اليسير الذي خالط فيه المحدثين أو القليل من المحدثين، فإنه يقبل قوله. طيب، عليه إن لم يمكن تحصيل تلك الأحاديث في تلك المدة امتنع ذلك، فإنه لا يقبل، لا تقبل روايته. لماذا؟ يقول: لأنه في الغالب إذا كان كذلك فإنه قد ظهر لنا أن بعض ما رواه غير صحيح، وأنه ظاهر الكذب، فمن ثم نحن نطرح روايته بالكلية، فمن ثم نحن نطرح روايته بالكلية. إذن هذا ما ذهب إليه، ما أراد الناظم أن يشير إليه في هذا الباب. وخلاصته أن إكثار الراوي من الرواية مع ما علم من قلة مخالطته للمحدثين لا يقدح في عدالته أو لا في روايته، شريطة أن يكون القدر الذي رواه، أن يكون القدر الذي رواه يمكن تحصيله في تلك المدة التي خالط فيها الرواة والمحدثين، وإلا إن لم يكن كذلك لا يمكن تحصيله في تلك المدة، فإنه لا تقبل روايته. هذا مراده بقوله وكثرة وإن لقي يندر فيما به تحصيله لا يحضر. ثم قال الناظم بعد ذلك: عدل الرواية الذي قد أوجب هو الذي من بعد هذا يجلب، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. هنا الناظم رحمه الله تعالى انتقل إلى مسألة أخرى، وهي شروعه رحمه الله تعالى في تعريف العدل. شرع الناظم رحمه الله تعالى في تعريف العدل، والناظم هنا استجلب أو استقى بيتين من أبيات ابن عاصم رحمه الله تعالى في تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لابن عاصم. فإن هذين البيتين اللذين أشار إليهما، وهو قوله والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، هما من أبيات منظومة ابن عاصم التي ذكرناها. طيب، ولكن ابن عاصم هناك ساقه في تعريف إيش؟ العدل في الشهادة. ساقه في تعريف العدل في الشهادة. إذا الكتاب هناك يتكلم عن إيش؟ كما ذكرنا يتكلم عما يختص بالحكام في العقود والأحكام. ولكن لما كان العدل في الرواية موافقا للعدل في الشهادة ذكر ذلك التعريف، لأن عدل الشهادة هو عندهم عدل الرواية إلا فيما يستثنى مما سيذكر. قال: عدل الرواية الذي قد أوجبه هو الذي من بعد هذا يجلب. ما هو طيب العدل؟ قال: والعدل من يجتنب الكبائر. إذن العدل في تعريفي هو من يجتنب الكبائر مطلقة والصغائر في الأغلب، يجتنب الكبائر مطلقة والصغائر في الأغلب. طيب، ومفهوم يعني، ويعلم من ذلك أنه إذا كانت الصغائر نادرة فإنه لا تقدح في عدالة، لأن هذا لا يسلم منها أحد، إلا استثنى أهل العلم إن كانت تلك الصغائر مما تنبئ عن الخسة، كخسيس السرقة يعني اليسيرة التي يعني لا تنم عن خسة ودناءة في النفس،
فقالوا هذه وإن كانت يسيرة إلا أنها تقدح من جهة ما ذكرنا من أنها يعني من الخسة التي لا يمكن أن يعني يتخلق بها العدل. طيب إذا العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. طيب قال وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. ما معنى هذا الكلام؟ إن شاء الله أن الصوت ما انقطع جاني اتصال. طيب قال اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله محمد أين وصلنا. قال طيب ممتاز. قال وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، أشار إلى اشتراط العدالة أنه يشترط للعدالة سلام المروءة وأن يكون الإنسان سالما من قوادح المروءة، فإذا ارتكب ما يخل بالمروءة فإن ذلك يحصل به خلل في عدالته، خلل في عدالته. والمروءة يعني اختلف أهل العلم في تعريفها، مثلا بعضهم يقول المروءة هي لزوم ما يزين الإنسان واجتناب ما يشينه، ومثل الإمام النووي مثلا عرفها المروءة قال التخلق بأخلاق أمثاله في زمانه ومكانه، التخلق بأخلاق أمثاله في زمانه ومكانه، فمن يروي الحديث يتخلق بأخلاق أهل الحديث في زمانه ومكانه فيلزم ما يزين ويجتنب ما يشين. ومنها هنا يعلم أي نقطة مهمة جدا جدا أن المروءة تختلف بحسب الزمان والمكان، فما قد يكون مخالفا للمروءة في بلد قد لا يكون مخالفا للمروءة في بلد ثاني، وقد ما يتعاطاه أهل العلم في بلد لا يعد عندهم مخالفا للمروءة وقادحا فيها، وقد يعد في بلد آخر من أكبر ما يقدح في المروءة. هذا من جهة البلدان، ومن جهة الزمان أيضا، فالزمان يختلف. مر على الناس زمان يعاب، يعاب جدا 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 على طالب العلم أن يخرج حاسر الرأس، يعني مثل بعض زملائنا كان ينام بالطاقية كما قال، رأيناه ما حتى هو نايم بطاقيته على رأسه. ثم أتى زمان الآن علاج كيف أصبح يعني حتى أهل العلم قد يخرجون في البرامج ونحوها وهم حاشوا الرأس وليس عليهم العمامة ونحوها، فهل يقال هذا قادح في المروءة؟ ينظر إلى الزمان والمكان والحال واختلاف الناس واختلاف الناس. لكن المعنى يعني النقطة التي ينبه عليها هنا وإن كانت ليست من صلب الموضوع أنه ينبغي لطالب العلم وبالذات من كان يسلك مسلك أهل العلم أن يكون له قدر من التزيي بزينة المروءة واجتناب سفاسف الأمور وما لا يليق بالإنسان وإن كان من سبيل المباح، لأن الناس إن كانت تنظر لعموم بعضها البعض بعينين فإنها تنظر للمنتسب إلى العلم صاحب الدين والفضل أو من ينسب إلى الفضل والدين تنظر له بأربعة عيون ليس بعينين، مجازا هذا الكلام. فعليه ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذه النقطة وأن يكون عنده نوع توازن في هذا الجانب وفي جانب آخر، أن لا يكون يعني ثقيل الدم على عباد الله، ها، ولكن يخالق الناس بالأخلاق بما يعني لا يشينه وبما يؤلف به القلوب، لأنه بعض الناس قد تحت شعار يعني القيام بالمروءة والتخلق بها يصبح أثقل من جبل أحد على عباد الله، والناس حتى تؤثر عليها وتصلح شأنها ينبغي أن تعافسها وأن تغشى مجالسها وأن يروا منك من الخلق والتواضع ما لا يعني يصرفهم عنك وما لا يقدح في مروءتك ونحوها. والإنسان وسط كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. هذا يعني تعليق خارج محل الدرس لكن تعذرون به إن شاء الله. ثم قال الناظم وذو أنوثة وعبد والعدا وذو قرابة خلاف الشهداء. طيب الآن لما قدمت لكم أن هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى نقلا عن ابن عاصم إنما ساق ابن عاصم في ماذا؟ في مسألة إيش؟ الشهادة. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يقول أن ما ذكرناه من ما يشترط في العدالة في الرواية يخالف يعني ما ذكرناه ما ذكر وهو تعريف العدالة باعتبار الشهادة
ممكن أن تعرف به العدالة في الرواية، لكن يقول لك يا طالب العلم انتبه، هناك نوع من الفروق بين عدالة الرواية وعدالة الشهادة. وما هي تلك الفروق؟ قال: وذو أنوثة وعبد والعدا. بمعنى أن الإنسان المتصف بالعدالة آسف تقبل روايته ولو كان امرأة، ولو كان عبدا، ولو كان عدوا، ولو كان قريبا لمن يروي عنه، أو لمن يروي عنه، فرواية هؤلاء كلهم تقبل، لكن شهادتهم لا تقبل. فمثلا المرأة، فالمرأة تقبل روايتها في كل شيء، لكن لا تقبل شهادتها إلا في حدود الأموال ونحوها ما يذكره أهل العلم. والعبد تقبل روايته، أما شهادته فلا تقبل عند جماعة من أهل العلم. والعدو كذلك، يعني قد تقبل رواية الراوي ممن بينه وبينه عداوة، لا تقبل شهادته على من عليه عداوة. قال: وذو أنوثة وعبد والعدا وذو قرابة. القريب تصح روايته من قريب، لكن لا تصح شهادته لقريبه لما فيها من التهمة. هذا مراد الناظم من قوله: وذو أنوثة وعبد والعدا وذو قرابة. كل هؤلاء خلاف الشهداء، أي خلاف الشهداء بمعنى آخر، أنهم يقبلون في الرواية ولا يقبلون في الشهادة. ثم قال الناظم: ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار. الآن لاحظ، لما قدم المصنف رحمه الله تعالى، أو الناظم رحمه الله تعالى، لما قدم الناظم رحمه الله تعالى الكلام على تعريف العدل، وذكر أن العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، طيب أراد أن ينبه إلى مسألة، وهي أن الإصرار على الصغيرة والمداومة عليها يصيرها كالكبيرة، من جهة أنها لا تقبل، من جهة أنها قادحة في العدالة، من جهة أنها قادحة في العدالة، مما يلزم عنه عدم إيش؟ الاتكاء على خبر المخبر الذي يتصف بذلك. طيب لو قال قائل: طيب ما هي المواظبة؟ أو بمعنى آخر، ما المراد بالإصرار؟ هل المراد أن يكرر المعصية مرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشر؟ ما هو الضابط الذي سنصل إليه، نصل معه إلى أن هذا الشخص مصر على الصغيرة وغير مصر؟ من الضوابط الجيدة ما ذكره العز بن عبد السلام في قواعد صالح الإنام، قال: فإن قيل، وتقرأها بنصها، قال: فإن قيل قد جعلتم الإصرار على الصغيرة بمثابة ارتكاب الكبيرة، قال: فما حد الإصرار؟ أيثبت بمرتين أم بأكثر من ذلك؟ قال: هو قلنا إذا تكررت منه الصغيرة تكررا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك، ردت شهادته وروايته بذلك. معنى الكلام هذا كأنه يعني يقول الإمام العز بن عبد السلام، يقول: ضابط الإصرار على الكبيرة أن تتكرر منه تكررا يشعر منه ويستنبأ منه بأن ذلك نوع من قلة المبالاة بمحارم الله عز وجل، واضح؟ وقلة مبالاة الرجل في تدينه ودينه. إذا وصل لهذه المراحل، سواء تكرر ذلك مرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشر أو 20، وعلى ذلك ممكن أن يقال أن الإصرار على صغيرة معينة من جهة العدد قد يكون مختلفا قد يكون صغيرة.
نعم أنا أسمع كلام. رحمه الله ولا لما قال أنه يشترط في العدالة أو أن من صفة العدل أنه يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، أراد أن يشير هنا إلى مسألة، وهي أن الإصرار على الصغيرة بحيث يواظب عليها أو يكررها ويداوم عليها يصيرها من جنس الكبيرة، بحيث تبطل بها رواية الراوي ويصار معها إلى عدم الوثوق بروايته. طيب إن قال قائل، طيب ما هو الإصرار؟ ما حد الإصرار؟ ما حد التكرار الذي يحصل معه الإصرار؟ نقول ممن يعني جعل حدا لذلك جيدا الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، فإنه قال: فإن قيل قد جعلتم الإصرار على الصغيرة، هذا نص كلامه، فإن قيل قد جعلتم الإصرار على الصغيرة بمثابة ارتكاب الكبيرة، فما بأكل ذلك؟ رحمه الله تعالى: قلنا إذا تكررت منه الصغيرة تكررا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك، ردت شهادته وروايته بذلك. ملخص ما ذكره من ضابط يقول: أن العبرة ليست بالمرة ولا المرتين ولا الثلاث، يعني بالعدد، وإنما العبرة بأن يحصل منه تكرار، إذا نظر إلى ذلك التكرار أشعر ذلك التكرار قلة مبالاة ذلك الشخص بدينه وبتدينه، وقلة مبالاته بالمعصية. فإذا حصل ذلك القدر، سواء كان ذلك ب10 مرات أو 20 أو 30 أيا كان، فإن ذلك مو يمكن أن يقال أن فيه نوع إصرار على الكبيرة. ومن ها هنا يمكن القول بأنه قد يحكم في صغيرة من الصغائر أن صاحبها مصر عليها، وإن لم يكن مكررا لها في مقابل كبيرة صغيرة أخرى، أو بصورة أخرى أوضح، يعني لو فرضنا أن هذه صغيرة أشعرت كررها 10 مرات 15، حتى عند الناس أشعر ذلك قلة مبالاته بدينه، فإنه هنا مصر عليها. وقد يكون في صغيرة أخرى يحصل ذلك الإشعار، الشعور بعدم مبالاته فيما هو دون ذلك من العدد، فتختلف الصغائر. ثم أيضا مسألة أخرى وهي مهمة، أنه قد نصل إلى عدم عدالة الراوي وإن لم يصر على صغيرة واحدة، بحيث ماذا؟ إذا كانت تجتمع عنده الصغائر، يعني قد يفعل هذه الصغيرة ولكن لا يصر عليها، صغيرة أخرى وصغيرة أخرى وصغيرة أخرى، تجتمع عنده صغائر كثيرة تورث الظن وتورث المطلع عليها وتشعره بمجموعها بعدم المبالاة بالتدين أو بالدين، فإن ذلك يعني يكون من جنس ما تشعر به الكبيرة في قلة التدين. إن شاء الله أن الكلام واضح. طيب هذا قوله: ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: فدع لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجهل أو فيما بطن. طيب يعني كأنه الآن يبني على ما سبق، يقول: فإذا قررنا ما سبق من شروط العدالة فعلى ذلك دع لمن جهل مطلقا، يعني دع رواية المجهول، والمجهول على أقسام، ما يعني هذا ما يذكره أصوليون، يقول: مجهول الظاهر والباطن، لا يعلم لا عدالته في الظاهر ولا عدالته في الباطن. فهذا قال: فدع لمن جهل مطلقا، أي اترك من جهل ظاهره وباطنه. فهذا عدم قبول الرواية يكاد يكون إجماع أهل العلم. طيب فدع لمن جهل، اللام هنا لام تقوية، يعني والأصل فدع من جهل لكن زيدت للتقوية تعليم. فدع لمن جهل مطلقا. طيب ومن في عينه، طيب هذا القسم الثاني هو ما يسمى مجهول العين،
وهو من لم يروي عنه إلا واحد، ولو كان هذا الرجل معروف العين، ولكن لم يروي عنه إلا شخص واحد. فهذا مجهول العين، هل تقبل روايته أو لا تقبل؟ الأكثر على عدم قبول روايته إن كان طبعا غير صحابي، أما الصحابي فأمره آخر، يعني الصحابي يقبل وإن كان حتى لم يروي عنه إلا واحد، لكن إن كان غير صحابي فإنه لا تقبل روايته عندهم. أما الصحابة فقد ذكرت لكم أن بعض الصحابة أصلا لم يروي عنهم إلا واحد، مثلا سعيد مثلا المسيب بن حزم لم يروي عنه غير ابنه سعيد حديث وفاة أبي طالب، ومع ذلك قبلت الرواية. أما غير الصحابي فكما قدمنا لكم أنه لا تقبل روايته. طيب، القسم الثالث من كانت عدالته ظاهرة ومن ظهرت منه العدالة بحسب الظاهر، لكنه في الباطن مجهول العدالة، فهل يقبل أو لا يقبل؟ هذا ما أشار إليه، أو فيما بطن. فهذا جماهير أهل العلم من الأصوليين ويرون عدم قبول روايته، الأصوليون يقولون بعدم قبول روايته، وهو يعني ما أراد المصنف بقوله أو فيما بطن. وذهب بعض الحنفية وعليه كثير من المحدثين واختاروا يعني هذا القول، مثلا ابن الصلاح والنووي وغيرهم، إلى أنه يعني من كان ظاهر العدالة يقبل قوله وتغلب العدالة في الظاهر، أما الباطن فلا يلتفت إليه. هذا ما أشار إليه الناظم بقوله هذه ثلاثة أقوال الآن نرجع لها. فدع لمن جهل مطلقا، القول الأول أو القسم الأول آسف، فدع لمن جهل مطلقا وهو مجهول المجهول ظاهرا وباطنا، هذا قول أول. ومن في عينه يجهل، هذا مجهول العين الذي لم يروي عنه إلا واحد. قال أو فيما بطن، هذا الذي يعني عدل في الظاهر مجهول في الباطن، وذكرنا الخلاف فيه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل وانتشار. كأن الناظم يقول الآن، كأن سائلا سيسأل أو طالبا سيسأل: طيب قدمت لنا العدالة، وما هي العدالة طيب وصفتها، طيب كيف تثبت العدالة؟ هذا السؤال أجاب عنه الناظم في هذا البيت، قال: ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والانتشار، طيب يعني يريد أن يشير هنا إلى أن ما تثبت به العدالة هي ثلاثة أشياء أشار إليها. قال: ومثبت العدالة اختبار، أن يختبر ذلك الرجل ويخالط ويطلع على أحواله، يسافر معه ويذهب معه، وإلى أن تصل بتلك المخالطة إلى قناعة أنه عدل فيعدله العدل حينئذ، هذا الاختبار. الثاني قال: كذاك تعديل، بمعنى آخر من ما تعرف به عدالة أن يأتي عدل ويعدله. فنأتي إلى إمام من أئمة الحديث، الإمام أحمد يحيى بن معين أو غيره، فإذا عدلوا شخصا أو زكوه فإن ذلك تعديل. قال: والانتشار بمعنى الاستفاضة، يعني كأن ذلك الشخص يستفاض ويسمع ويتواتر بين أهل العلم بعدالته، وهذا الاستفاضة والاشتهار نوع من التعديل. إذن هذا ما أشار إليه بقوله: ومثبت العدالة اختبار، الاختبار كذاك تعديل، أن يعدله عدل، والانتشار أن ينتشر ويستفاض العلم بعدالته. قال: وفي قضى القاضي، طبعا الآن لاحظوا الآن هذا القسم من التعديل هو تعديل ظاهر، يعني تعديل بالنص لا تعديل بالالتزام الذي قرأناه: ومثبت العدالة اختبار وكذلك تعديل وانتشار. الآن سينتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى صور من التعديل ليست صريحة ولكنها تدل على التعديل بالالتزام، وهي قوله: وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضا ثاوي، وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعد السمع. ما الذي يريد أن يقول الناظم هنا؟ قدم لك ما هو صريح في إثبات العدالة،
الآن سيقدم لك ما هو نوع من ثبوت العدالة لكن بالالتزام دون التصريح، وذكر ثلاثة مشاعر أو ثلاثة أمور الالتزام. الأول قضاء وشهادة وقد حكم بمقتضاها، فيستفاد منه عدالة الشاهد والراوي إذا كان ذلك الشاهد هو الراوي. قال: وفي قضاء القاضي وأخذ الراوي، مثلا أخذ الراوي هذا بمعنى آخر أن يروي عن ذلك المراد تعديله إمام من الأئمة عدل لا يروي إلا عن عدول، فمثل هذا إذا روى عن ذلك الشخص فإن ذلك يعتبر تعديلا له وإن لم يصرح الإمام بذلك. طيب هذا اثنان. الثالث العمل بروايته، بمعنى آخر أن يعمل العلماء برواية ذلك الرجل لذلك، برواية ذلك الراوي لذلك النص أو الحديث أو الأثر. فعملهم بذلك الحديث نوع تعديل له، نوع تعديل له. طيب هذه الأمور الثلاثة ما ذكرناه من أنها تدل على التعديل بالتزام، لا بد في ذلك، لا بد للوصول إلى هذه النتيجة من إضافة شرط، وهذا الشرط هو أن يكون كل من القاضي، وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل سمع علم، يعني وشرط ما قدمناه أن يكون هؤلاء أي القاضي والراوي الذي عدل ومن عمل بالرواية لا بد أن يكونوا أو أن يكون من عادتهم أنهم لا يعملون، لا من عادة القاضي أن لا يقضي، ومن عادة الراوي أن لا يروي، ومن عادة العالم أن لا يعمل إلا بخبر العدل ولا يقبل غير العدل، فإن كان ذلك ديدنهم فعند ذلك يكون ما قضى به القاضي أو رواه الراوي أو عمل بروايته العامل نوع من التعديل. أما إن كانوا لا يلتزمون بهذا الشرط فتارة يروون عن العدل وتارة يقضون بغير شهادة العدل وتارة يعملون بعمل برواية غير العدل، ليس لهم قاعدة منضبطة بالتزام اشتراط العدالة، فإن مثل ذلك أو ما صدر منهم لا يعد تعديلا بالالتزام تخلف الشرط. طيب أن نرجع للأبيات، قال: وفي قضاء القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضا، في كل هؤلاء يعني في قضاء القاضي تعديل، وفي أخذ الراوي تعديل، وفي عمل العالم تعديل، وشرط كل أن يرى ملتزما. طيب أيضا ثاوي قال: وشرط كل، وشرط ما تقدم أو كل هؤلاء الذين تقدموا أن يرى ذلك ملتزما ردا لمن ليس بعدل علم، أن يكون من عادته رد من ليس بعدل. هذا ما أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يشير إليه في هذا البيت. طبعا هو لما قال، انتبهوا للنقطة هذه، قال: وفي قضاء القاضي وأخذ الرأي وعمل العالم أيضا ثاوي، يعني قوله هنا ثاوي يعني كأنه يريد أن الثاوي هو الأصل في الشيء يعني الغير الواضح يعني أو الغير الظاهر، كأنه يقول أن فيما تقدم نوع تعديل ضمني كائن فيما قدموه. قال: وفي قضاء القاضي وأخذ الرأي وعمل العالم أيضا ثاوي، أي أن التعديل ثاو وكامن في ما ذكروه ما قدمته لك وليس صريحا، وهو ما ذكرناه أن ذلك من سبيل الالتزام. قال: والجرح قدم باتفاق أبدا كان من جرح على عدد. الآن إحنا أول شيء الوقت أظنه قارب ينتهي، وأيضا سندخل في موضوع جديد وهو الجرح والتعديل وما الذي يقدم. أظن نقف على هذا ولا لا يا شيخ محمد؟ جزاكم الله خيرا وشكرا لكم حسنا صادق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.